حسن حافظيه رئيس جمعيه تيفاوت للثقافه والتنميه الاجتماعيه. اكيد ان جمعيه تيفاوت كتنظم الدوره الثانيه عشره ديال مهرجان بالمون تحت شعار اسيس اسيس عبق التاريخ وارج المستقبل. احتفلنا حاول نحتفلوا هذا العام بأسيس كساحة مهمة اللي كتعبر على التاريخ ديال هذه المدينة، وحنا متشبتين بأن يكون هذا المولود يبقى في أسيس لأنه البلاصة ديالو، وحاولنا أننا نديروا سهرات على طول ثلاث أيام يحضروا فيها فنانين، الحمد لله فنانين محليين وعرب وكذلك فنانين وطنيين. وكذلك كما كتشوفوا الساحه مكتظه بالجماهير اللي كنشكرهم جزيل الشكر. وكذلك هذا المهرجان كيعرف مجموعه من الفقرات كذلك الفولكلوريه والقناويه وكذلك لوحات من الكرنفال وجلود كما لاحظتوا في هذه الدوره. معكم محمد ربيب رئيس جمعيه بنك فاميلي للرقص التعبيري والرقص المعاصر، بدعوه كريمه من الاخ انس المشادي وجمعيه تيفاوت اللي كتحتفل بمناسبه عيد الاضحى المبارك لمده ثلاثه ايام بحضور مجموعه وزينه من الفنانين الشباب وكذلك الفنانين اللي عندهم مكانه في الساحه الفنيه السوسيه او المغربيه. جينا اليوم تحفنا الجمهور الانسكاني برقصه فنيه هنديه، خدمنا مجموعين مع مجموعه تيتيساوا اللي اليوم برهنا على الانسجام والتماسك ديال الفنانين ديال الجهات السوسمه الصادره، العكس اللي كيقوموا به بعض الفنانين اللي كيكونوا متباعدين بزاف وما بيناتهمش واحد الترابط واحد الاخوه. المهم حنا كنتمناو اننا نوصلوا الرساله لجميع الفنانين انه بدون تماسك وبدون اتحاد ما غاديش ما عمر الساحه الفنيه السوسيه الاكاديريه ما عمرها ما غادي تزيد لقدام. السلام عليكم، معكم فراد مجموعه تيتيساوا. حنا اليوم متواجدين في بالمعاون اذ كان في ساحه اسيس اللي ضمت جمعيه تيفاوت للثقافه والتنميه الاجتماعيه. حنا سعداء باش نقدموا العرض ديالنا في هذا المهرجان هذا. العرض اللي تقدم من طرف جوج جروب اللي هما تيتيساوا وبنك فاميلي برئاسه محمد ربيب وفاطمة زهراء ربيب. صراحة حنا عندنا الشرف أن نطلعوا في هذا المهرجان، درنا عرض بوليوودي احترافي 100%، اتفقنا حنا دو جروب بنك فاميلي تيتيساوا باش أننا ندمجوا هذا الجروب معا ونشكل واحد الجروب اللي غيطلع في هذا المهرجان. لنا الشرف وحنا سعداء واستطعنا أننا ننالوا إعجاب الجمهور، وشكر خاص لجمعية تيفاوت على رأسهم أنس مشاتي وعلي شابة. السلام عليكم، صباحي حرية فاعلة جمعوية لمدينة إنزكان. حنا كنحتفلوا بعيد الأضحى وكيشرفنا أننا هاد البادرة هادي ديال مدينة إنزكان باش تبين الثقافة ديالها في المجتمع المدني ديال الناس ديال إنزكان. وكنشكروا كامل الفاعلين الجمعويين اللي قاموا بهذه البادره هذه الزوينه. ساحه اسيس كتعطي عباره زوينه باش تبين الاقاليم المغربيه او المدن المغربيه ان مدينه انزكان كتحتفل بعيد الاضحى كل عام. وكنشكروا كل من قام بهذه البادره هذه وشكرا. غير كلي تزرى من الاجواء تزري بخير وعلى خير،
كما تزرات المنصه تنظيم تبارك الله على الجمعيه اللي استنت من الخيره اجلسه تزرامي اسم قالوا لنا اثنين شط بارا كون سنمير بارا تحياتي كون نحفظ ربي مطرط بوجلو الكرنفال بيلمان كنلبسو كل عام وكل عام كيتنظم عندنا هنايا المهرجان وديما الناس ديال اكادير فرحانين بهذا المهرجانات وهذا المناسبات خصوصا المناسبه ديال العيد الكبير اللي كنحتفل بها اكادير بوحدو والنواحي ديال سوس احسن من المدن الاخرى ديال المغرب كامل وين سكا كتعتبر من الاوائل ديال هذا مهرجان بوجلود بين المون بودماون وان شاء الله حنا من الصغر حنا تابعين بوجلود بين المون وان شاء الله حنا غاديين معاه ديما والطرط غنحافظوا عليه للقدام ان شاء الله. الهنديه في كازا بالاعياد والمناسبات ديالهم فبرافو مراد هو من ابناء مدينه القليعه وكيحاول انه يقدم الشيء الكثير من اجل هذا تفيتات حره كل عام كنحافظوا على التقاليد ديالنا وهذا الشيء ما غاديش نفرطوا فيه ان شاء الله كل عام كنديروا هذا الشيء وما نقدروش نفرطوا فيه كنضحكوا الناس وكندخلوا للديور الفرحه كل شيء كنطلعوا في الناس وكيطلعوا فينا حتى هما وشكرا لهم وشكرا لنا كندخلوا الفرحه لقلوب الناس